just we tried for you. حمالي تعال صعد انا محتاجك عفا عليك روح وانا ذراعك وين ما كنت ادري بك ما بطف انت في حياتك ما طبيت يا بابا هلي ينطروني وبرجع البيت خاف زيادة يا الخواف كم مرة قلت لك لا تخاف سويت اللي غيرك ما قدر عليه والكل شاف قوي شليت وزام ما تهتم لميدان الله يرحم ما ادري مين كان يقول انه سوبرمان يا حبيبي انا صدق سوبرمان كرتون انسى الفكرة لو تكتب لي جيك بعشرة مليون ما تدري اني الغالي وامي تحبني وايد يلا شرف انت قدامي دام ان حماسك زايد سالفة سالة يبي لها بس نفسه عشان يشجع الو الو شباب قوموا اتجهوا الى الشعلة قدام سباير بسرعة عندكم 15 دقيقة الحين من اللي متصل على الحزة ما عنده سالفة يعني يقول لي تعال صوب سباير الشعلة وساعة 4:15 ليش زين رديت عليه ولا كان بيخترب كل شيء يوم رديت عرفت من الصوت ان في تحدي تصلي على الحزة قالوا شعلة وشي حسيت انه في رياضة السالفة على طول بس انا في رياضة ادري ايش السالفة ايه كلب كلب يلحقني كلب يلحقني عادي ما شنو هاي حاضرين هاي صبح فير شوف يا اخي انا قالوا شعلة ما شنو سباير قلت خلاص جاي ما يمل يعني لو التنقيع لقيناها لو راقدين احسن واحنا ننطر يعني سوينا اشياء قعدنا نوقف العالم وهم يمرون يلا 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 ما كرينا لا كرينا قلنا ان بي يعني شيء باص رياضه بياخذنا مثلا سياره قطار انا بصراحه قلت ممكن لوموزين وكان في ورانا ساحه قلنا يمكن عادي يكون هليكوبتر بعد فتح الشارع ان حد دامك شارد يلا حوني ابشر لهم ابراهيم اللي يوقف باص فراح انسدح على الارض سوى نفسه ميت قوم ابراهيم قوم وقف 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 قوم والعالم يمرون يعني لو واحد صج بيموت ترى ما حد بيفتكر فيه حرام يا اخي شو تسوي يا اخي ما حد وقف لنا يا اخي احنا كنا نأشر اصلا حق العالم لما وقف الباص انصدمنا قلنا اوه صدق ان احنا نبي نوقفه يلا قمر وين هاي شوي اشرت على باص ووقف قلت بس يعني بكمل الفيلم بتم استعبط دشيت الباص الا اشوف الشباب اللي داخل قاموا وانه سووا لي مكان قاعد اطالع ان هاي يعني صدق هاي من صدقهم ولا شو السالفه شيل هذا عليك شيل هذا السلام عليكم السلام هاي اكيد ابراهيم موقفه ما يعني ما لنا خص مو مبروك صدق باي روح ليش روح ليش انا مبروك انا مبروك مبروك ليش يلا اوكي يلا والله فله ها والله بروح انا يلا قلت يلا ما عليه يعني هم كله مقالب في مقالب شكلنا بننزل من هالباص بنركب ليموزين بنركب هليكوبتر شيء بس طلع لا بننزل من هالباص وبنرجع نركب فيه سألت اللي حذاي كان قاعد وقلت له ان انت شنو تشتغل وهاي فعلى طول اعطاني الموضوع كامل بعد تضايقت يعني انا الحين ما افتك من الدوام ارجع هني مره ثانيه اشوف العالم سعود كان يتحلطم
كان زعلان على التحدي وما كان عاجبه. عبد الرحمن عادي عنده قاعد يصور نفسه وانا صورتهم بعد. اول ما عرفت ان هذا التحدي صراحه كنت منصدم، ما كنت متوقع هالشيء، كنت مزاجي تفس. الباص تاخر لان شكله انه كان يمر على العمال، يعني مو بانه ياخذهم كلهم من مكان واحد. لما وصلنا السايت تمينا منصدمين ان وين يبينا. كلنا متوقعين ان راعي الباص يسكر الباب ويحرك مكان ثاني، ان يعني حركه صارت فينا. حتى تمينا قاعدين في الباص يعني ما نزلنا، بس طلع ان شلون هم اصلا جايبيننا هنا وناطريننا بعد ننزل من الباص. قال لنا يلا وياهم ايش تنطرون. فنزلنا بعد، اضطرينا ننزل. السلام عليكم. بس هنا يعني نبني والله كنت بنزل عن حروح البيت. انا كنت للحين مو موافق وقلت حق الشباب ان انا للحين مو براضي ومستحيل هالشيء يصير. سبرايز شو بيصير هنا يعني؟ انه ما يبي يشتغل خلاص. كان لازم نتخذ قرار ان يا نكمل التحدي يا نوقف. سعود راح الدكتور من جوا من جوا من جوا شباب. بعد ما ناقشناه هاي يعني قال خلاص اوكي معاكم، دام ان انتم راضيين انا معاكم. تمينا انا والشباب ثلاثتنا وقعدنا نناقش الموضوع وقررنا ان نكمل. السلام عليكم شباب. السلام. مرحبا. حياك الله. السلام عليك. مرحبا. السلام عليك. كيف حالك؟ شو اخباركم؟ بشر عنك. ان شاء الله بخير. والله الحمد لله. لما شفت الشباب الصبح اول ما هم يجوا على الموقع صراحه شفتهم محبطين وزي كانهم زعلانين، وما اتوقعوا انه يكون بالنسبه لهم انهم جايين على سايت كونستراكشن. طيب شباب انتم حاليا شاهدين على النهضه العمرانيه اللي قاعده تقوم في دوله قطر. نهضه عمرانيه. نهضه عمرانيه بالضبط. فجار. فجار عمراني خصوصا في الكونستراكشن، وانتم ان شاء الله حتشاركوا اليوم في هذا المشروع من خلال الكونغو عماله معانا في الدوله. مشروع يعني هذا مو نراقب يعني انا بنشوف. لا قول لنا من البدايه عشان ليش ما... ليش تضحك؟ انا ممكن اراقب يعني اشوف اللي لابس سيفتي واللي اي مال سيفتي. لا الناس الناس اللي حتراقبهم، ما راح تراقب الناس. ليش يراقبوني؟ سعود ما كان مبسوط بالمهمه، عبد الرحمن ما كان، ابراهيم كان اكسايتنج شوي يعني كان ممكن انه ينجح. احنا بالنسبه لنا سلامه الناس اللي موجودين عندنا اهم. الصراحه سلامتي اهم من سلامه غيرك يا سيدي. وسلامتك وسلامه غيرك. كل واحد لازم يكون عندكم لابس هلمت والسيفتي شوز عم توزعهم. مالي يا احمد لبسني اللورد. والله ما لبست اللورد. والله تفاهم معه. والله ما لبست اللورد. ما احمد فاهم. بطلب طلب ممكن؟ تفضل. حمني صورني معه. بس صور معك. يقول تشيز. يقول نو انا في سبيس افيلبل. روح ركب ممرقي. ما في سبيس؟ ما في سبيس. تفضل البسوا هناك، غيروا ملابسكم وانا مستنيكم في الموقع. ما كانش عندي انطباع انه ممكن يكملوا المهمة. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. حاليا بعد ما بدلتم ملابسكم لبستم ملابس الملائمة، تفضلوا خلينا نشوف أول مهمة. ايش الحفرة يا ريال؟ أول مهمة كانت إن ننزل في حفرة شكلها 100 متر تحت الأرض وكبيرة. هذا عندكم حاليا حيصير عندكم مستقبلا. هل تسوونه بول؟ خزان مي. قبل ما نبدا احنا اعمالنا في خزان المي لازم ننظف ناتج الحفر اللي مسميه احنا سيرفيس بريبريشن. راح تستعملوا انتم المعدات هاي بالضبط نفس ما العمال بالضبط قاعده بتسوي.
بدنا نشيل كل الحجر والتراب والمراد خلاص شغالين يعني انت بتشيل الحجر بيطلع لك حجر تحته. لا الحجر تحت الصخر هاي صرت. المدير قال لنا نروان المكان واعطانا فكره وقال لنا يلا دشوا. شلون ندش يعني شو السالفه؟ وين ننزل؟ من وين تعال خشيك انت تعال وين؟ الحين انا بسلمكم للسوبرفايزر اللي عندكم المراقب جورج. اوكي هو اللي بيكون مسؤول عنكم في هاي المهمه. اوكي جورج لو سمحت خذ الشباب تحت واعطيهم شغلهم خليهم يبدأوا. هاي غلط تفضل امسك حط اول شيء ماسك مشان الغبار. لما اعطانا الماسك وقال لازم تلبسون الماسك هالشيء اللي اعتقد تعبني لانه ما احب البس الماسك. ايوه هي اوكي اوكي اقدر اشيل الرمل والحصى ان احطه في الباكت هاي لكن الغبار كله علينا يعني اول ما ارفع اكل رمل. معلم شوي مشان الغبره مشان حبيبي بدنا نشيل هاي مشكله. ما صارت هاي شنو؟ لا ما في استراحه براك بدنا نشيل هاي الكسر. السوبرفايزر كان وايد عصبي وكان يعاملنا نفس العمال يبين انه كان يتصنع العصبيه ويبين انه هو اصلا انسان طيب. كل عامل بيضل عينه على الباكت. ركب خالي يلا ركب خالي اب داون يا حبيبي بيجي مشكلة إذا بدك تحكي مع الكرين بيجي مشكلة ما بيصير أي عامل يحكي مع الكرين ما سمعني يا حبيبي ما بيصير أي عامل يحكي مع الكرين بالمبدأ بالشغل ما بيصير أي عامل عنده مشكلة في السمع يا حبيبي سعود عصبت إنه ما بيصير أي واحد هون بالورشة يعطي أي تعليم إلى الأوبريتر كرين لسائق الكرين إلا الريجر. حسيت إن ما بكمل التحدي قلت حق السوبر فايزر اني تعبان لازم اشوف دكتور. لا لا الدكتور شوف الدكتور وبعدين يلا يلا معك. ايه سوالف الاعداديه خلها عنك بروح حق الدكتور. سعود راح الدكتور. انا كنت يعني مشجع الفكره انه يطلع لانه بصراحه ما ينفع له المكان. اعطاك ورقه؟ لا ما اعطاني ورقه. ما في ما اعطاك ورقه ما في استراحه. ما شكيت بامره انه فجأة هيك يقول أنا تعبان هو عم يشتغل. ترى هاي مو بصدق. يلا انت وياه. لما شفت سعود قاعد ومريح ومركلس على الكرسي حسيت بقهر إن احنا قاعدين نشتغل ونتعب وحاضرين على ريل. انت استراحة روح استريح في محل الاستراحة للمرضى روح لهونيك. أنا مني مرتاح. روح لهونيك. مرتاح هني. سعود صغير وما يستحمل هالاشياء وكنت خايف عليه بالعكس انا جيته وقلت اعطيته الفكره انه سوى هالحركه عشان يعني اذا صار فيك شيء يعني حرام ما حد بيتحمل المسؤوليه. سوري سعود ها جورج يعطيكم العافيه طبعا هاي المهمه كانت بس مشان نشوف قدراتكم وين ممكن توصلوا تفضلوا معي عليها على المهمه اللي بعدين تفضلوا. اول مهمه بالنسبه لهم ما كنتش متوقع منهم انه يكون ادائهم عالي فيها كان الهدف منها انهم يدخلوا في الجو وبعديها نجهزهم يعني للمهمه اللي بعديها. احنا وصلنا حاليا للمهمه الثانيه. المهمه اللي بعدها عباره عن تركيب حديد تسليح لحيطه. راح يكون معاكم في هاي المهمه المهندس جوني واللي حيكون مسؤول عنكم فوق. راح تلبسوا حاليا الفول بادي هاردنس وتكملوا ان شاء الله لفوق. تفضل. انا وراكم يلا تفضل. والله اول ما لبست السيفتي اللي قال عنه حسيت بنركب جبل.
بدنا نركب الهوريزونتال ستيل. اوريدي في ماركينج عندنا كل 20 سم. اوكي. وين الستيل؟ الستيل فوق. وهي شلون نستعملها؟ انا هلا بورجيك كيف تستعملها. السيفتي بيلت بيربط بهي السكافولدينج. هلا شوف كيف بيربط الحديد. يلا شباب. تحدي الحديد كان وايد حلو بس ممل لدرجة انه ممل. هاي صدق انه تحدي صار. انا طلبت منه ان يركبوا حديد نركب ستير رينفورسمنت لحيطة واحدة. توصيل الحديد كان سهل، صرحت في التحدي، تميت اشتغل وكان شغلهم كتير منيح. حتى الشاب اللي كان تعبان كان فوق، هو احسن واحد. جذاب والله. ومن شباب وين الدكتور؟ ايه قالوا لي مش هرقي. ما فينا كل هذه الانذار اللي قالوا لا تفرق. Just be try for Just be try for يلا يا شباب. اعطيه انت شو سالفتك؟ من جوا شباب. هاي خمس سنوات. الحين هاللي تحت كم شهر كلبكم؟ كم شهر؟ ايه؟ اسبوع. هاي كم اللي تحت؟ اسبوع. هاي لو معانك بياخذ يومين. لا ليش سنة؟ لو معاكم؟ اه. اول شيء كانوا كويسين، بعدين نزعوا الشباب بالاخر يعني، وما عندنا وقت لنضيع ونحن. قول لنا ان يعني انجزتوا المهمة و شكراً على تعاونكم. إبراهيم هو اللي بلش يوقف أول شيء، ولحو عبد الرحمن ولحو سعود. أوكي، عند أنا عندي تحدي، من يكتب اسمه بالهايك؟ هو يسوي. أوكي. شو هذا؟ What you are doing games يعني هون؟ تحدي لا والله. لا لا كتبت اسمي والله. سعود. Very good سعود. جذاب والله. يا شباب شباب. قاعدين نلعب ناخذ السيم. ابراهيم مسوي اسمه فيه. خربنا من ميزانيتهم، بروحوا يشترون عده جديده. جو داون بليز. يلا وات كل اللي سويناه ممكن داون اشتغلتوا مضبوط اول شيء، بعدين بس ما خلصتوا الشغل لان تعبنا خلاص. ما في بريك، ما اشتغلتوا غير ربع ساعه. يلا يا شباب هوني ما انا جاي نكتب اسامينا بالشيخ التربيط. يلا انزلوا لتحت. هو بالعربي بيصرفنا يعني عشان يشتغلون صح. ما نجحوا الشباب بالمهمة وكانوا فاشلين بهاي المهمة. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. كيف حالكم؟ الله يسلمك. عافيك. طمنوني شو صار معكم في المهمة؟ والله بس تعال. شو المهمة السهلة؟ يعني بس هو يقول آخر شيء إن أنتوا شو اسمه؟ بالعكس تم يمدحنا ويقول أنتوا يعني أحسن ناس وأحسن من حتى العمال. حتى قال يبي يوطي معنا كونتراكت. ونهيتوها صح بعد. حاليا بالنسبة لكم تروحوا بتاخذوا البريك تبعكم؟ بريك زين والله. في بريك يعني ان شاء الله بعد البريك تروح على المهمه الاخيره في المنطقه هذيك، هناك بكون السوبرفايزر. بكون السوبرفايزر مستنيكم. اخذوا بريك صح عشان المهمه الاخيره ان شاء الله بتشوف. رحنا للبريك بصراحة حياة بسيطة جدا، كل واحد أكله موجود في حصالة. فقعد شفنا شباب اللي كنا نشتغل معاهم قاعدين، فجينا ورزينا ويهنا معاهم. اندوا يا سيد. اخيرا
نو 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 كمان الاول ما طلعنا شفنا العالم كلهم متجمعين وواقفين يطلعوننا، يعني انا قلت بصراحه بيضربونا اليوم بنضرب ايش فيهم. نشوف الناس كلهم متجمعين حولنا، ايش السالفه ايش صاير؟ ما ادري هو ولا فايت يبون حد يحمسهم ويعطيهم شطه شوي، فكذي دخلت عليهم قلت لهم من يبي يتصارع؟ لهم هم فيها عندهم المقاطع انه يلا من يتصارع وكذي، فقلت خلنا نعيشهم جوهم شوي. حتى حاولت افهمه ما احس ان انا فاهمه، هو عبال ان انا اقول له شيء غلط. فهلي سويته يعني وللاسف يعني. يا اخي ايه صبك 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 ناري من جماله، ناري 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 من جماله، السلام عليكم. مرحبا، حمد بلتاجي مهندس موقع هنا. تفضلوا. اليوم بدنا نبدا نفك الكور وول هنا. شنو؟ الكور وول. كور وول. نفكه عشان نطلع فيه السحبة الثانية. هذا أول الكور وول. الكور وول هذا بيكون عبارة عن المكان اللي بيطلع منه الدرج أو الأسانسير أو الليفت يعني. خلينا نبدا الحين أوريكم كيف هنبدا. في واحد فيكم يطلع فوق. هربط الهوكات تبعت التاور كرين ونبدا نشيل بالبلاتفورم اللي فوق شوي شوي في الخشب. اثنين بيساعدوه من تحت. احنا شفنا شغلهم قلنا بال هاي تعب كرين وثبت وشيل، ان قلنا بعد فوق الشغل بعد هاي خلص اود يطلع فوق. لا 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 لا, لا. ليش كلنا نشتغل مع بعض وانا استوي بروحي خلاص انا بطلع فوق. واحنا ايش نسوي؟ احنا هنفك الجاكات بس اول شيء يربط الهوك عشان ما يطيح، واحنا نفك البراغي ونفك الجكات ونشيل واحده واحده. وراك وراك فوق اكو والله حاسب. اي راسك راسك ايش فيك والله مصدجي. هذا من تحت يطلع حسيتهم متحمسين في بداية الموضوع. شفت اللي يفتر؟ وضعوا من الجهة الثانية. لا أيوة. وش شيء؟ أيوة. الحين عطى. ألو. ويا شباب الجيم. يلا. إيه طارق. جو. Thank you.
ثانية خلاص. صبر ما في زين هاي، شلون هاي يرفع فوق ولا في تحت؟ انزل انزل. لا ما في، في مشكلة هاي ما يصير. صبر انا انزل بعدين خليه يرفع هو. ما في مشكلة هاي يجي فوق راسه. سعود ها في برغي ماسك من هنا، هاي شيله وفي واحد ماسك. اوكي شيله. شكلهم حبوا هاي المهمة انه فيها فك وفيها تربيط وفيها لك عشان اشتغلت معهم الاليات اللي هي الكرين واشتغل معهم الريجر. ودعكم على خير ويعطيكم الف عافيه. حياكم الله. حياكم الله. اتمنى ما ازعجناكم. حياكم الله ويعطيكم الف عافيه. ما قصرت. تسلموا الله يخليكم. انا والله صراحه كان ما كان لي خطر اسوي اي شيء، فحاولت شوي اني اتهرب من الشغل. ما اعرف الحين ايش قالوا عني، بس اعرف ان قالوا عني كلام مو بزين. انت تعبت؟ ما تعبت. انا هلا بسمع من ما تعبت. لا لا سعود شغيل، بس انه ما كان له نفس وخلاص. كنت حاب الشغله بس هم يا اخي يحبون يلعبون. وبصراحه احلى مهمه انا اشوفها الاخيره اللي كانت احلى مهمه. اوف صدق. وفي النهايه يعني شغلنا كله مو بلنا بس، حقكم انتوا. وي ترايد فور من قبل يمين يسار. يلا وي ترايد فور يو يا اخي. وي ترايد فور يو. اي يا اخي. اي يا اخي. والله يا اخي ايش فيك انا صدق سوبر مان كرتون. تنسى الفكره لو تكتب لي تشيك